ورجعنا لكم في أول فقراتنا، وزي ما احنا متعودين في صباح الورد دايما بنركز على النماذج الإيجابية. ضيفتنا النهاردة أسست شركة لصناعة ملابس خاصة لمصابي الحروق، والحقيقة أن دي فكرة جديدة وإنسانية جدا، وكمان شاركت في معرض رواد الأعمال الناشئة اللي زاره رئيس مجلس الوزراء بنفسه. وخلونا نرحب بالأستاذة نعمة شحاتة مؤسسة شركة ملابس مصابي الحروق ونعرف حكايتها أكتر. صباح الورد على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. عايزين نعرف بقى الفكرة جت منين وابتدت إزاي وإيه أول خطوة اتخذت فيها. تمام. أنا في الأول كانت حالة إنسانية ومجرد بحث علمي، فالحاجتين دولت خلوني أهتم أكتر مع احتكاكي بالمرضى، خلتني يكون في دافع أن أنا أعمل حاجة تفيد المجتمع تبقى على أرض الواقع. فبالتالي كانت ده الدافع الأساسي بالنسبة لي، الحالة الإنسانية. بعد كده كان بدأت المرحلة الثانية اللي هي أن أنا أنشئ شركة، دي من 2017 بداية 2018. دي كانت في برنامج تبع أكاديمية البحث العلمي وبرنامج انطلاق، وخدنا كحاضنة، ودي كانت نقطة التحول. أنا حاليا مشروعي اللي هو الملابس الضاغطة لمصابي الحروق، في إن هو بيعمل حاجة أساسية في المرحلة الثانية لمصابي الحروق. فكانت بالنسبة لي إن هي نقطة تحول حاليا، إن هي تقدر تخدم المرضى. هي يعني برضو فهمينا شوية يعني إيه الملابس اللي هي بتبقى المتعلقة بمصابي الحروق؟ يعني أنت قلتي اللي هي الملابس الضاغطة دي، فهمينا دي يعني إيه؟ تمام. الملابس الضاغطة دي يعتبر أول منتج محلي مصري. فيه حاجات معينة ان هي بتعمل نمسك الحروق في الاول، ان هو الانسان لما بيتحرق بيحصل له بيمر بمرحلتين. المرحلة الاولى اللي هي العلاج الاكلينيكي تبع الطبيب او المستشفى، والمرحلة الثانية اللي هي الملابس الضاغطة. الملابس الضاغطة دي بتتلبس كوقاية وعلاج للتضاعفات والترهلات اللي بتحصل في الجلد. ده بيحصل له تشوه للجلد بعد التئام الحرق، وبيبقى بيحصل للشخص المصاب بعد كده تنمر، وبعد يعني بيبقى عنده حالة نفسية ان هو متضايق. لما بتثبت فيه التضخمات او الترهلات دي او الالتصاق، احيانا بتبقى التصاقات، فبالتالي الملابس دي بتعمل على رجوع الجلد لحالته الطبيعية مع العلاج الإكلينيكي. فده شيء أساسي ان هو بيحصل، ان هي بتساعد المرضى. طب كلمينا بقى أكتر عن مشاركة حضرتك في معرض رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وزيارة رئيس الوزراء ليكم. احنا يعني أول حاجة أنا سعيدة جدا أن أنا كنت موجودة في المعرض، لأن ده بيكون دافع لينا ودافع ليا شخصيا ولرواد الأعمال عموما، أن هو في حد مسؤول من المسؤولين ان هم يعني معانا وشايفنا يعني ومتابعنا وبيدينا الدعم ان احنا نقدر نكمل ونقف على ارض الواقع وعلى ارض صلبه زي ما بيقولوا. فده كان دافع جدا بالنسبه لنا. بالنسبه للمشاركه بتاعتنا كانت تبع هيئه الاستثمار، فاحنا هيئه الاستثمار دايما بتدعمنا فنيا واداريا، وكمان بتعمل لنا زي تسهيل للتمويلات، وان هي بتوفر لنا سواء مستثمرين او بنوك ان احنا نقدر نكمل المشروع ونتوسع. احنا معانا طبعا العرض بتاع المعرض دلوقتي معانا على الهواء، وطب عايزين نعرف بقى اكتر يعني ايه علاقه الفكره دي بدراستك الاساسيه؟ أنا تربية نوعية قسم اقتصاد منزلي تخصص ملابس ونسيج. فأنا تخصصت في الماجستير في الملابس الضاغطة لمصابي الحروق، ودي كانت بالنسبة لي إن أنا أعمل ميديكال تكستايل. فبعد الرسالة أو بعد الماجستير فأنا طورت من المنتج وخليته إن هو ينزل على أرض الواقع، إن هو يبقى متداول في السوق.
بان احنا نبدا مشروعي خطوه خطوه بصراحه. يعني انت احنا بدأت المشروع امتى؟ بداته من 2018، فبس ده كانت المرحله الاولى ان احنا ننتج نسيج. حاليا انا اعتبر دي بالنسبه لي نقطه الانطلاق، ان احنا نعمل اللي هي القطعه الملبسيه نفسها بحيث ان هي بتناسب اللي هي جميع المرضى، سواء كانت اي حد يجي لي سواء مريض او طبيب ان هو بيتعاون معانا او مستشفيات عموما. فبالتالي ان هو يبقى متاح في اللي هي شركات المستلزمات الطبيه او الصيدليات او اللي هي اللي هتبقى متوفره للمرضى عموما، قطع ملبسيه يعني. يعني طب احنا وين بنعمل على الماتيريال حسب اصلا بتاعها؟ يعني ايه يعني معموله من قطن، معموله من ليكرا، معموله من ايه؟ تمام. هي الملابس بتاعتنا ان احنا بنعملها اولا منتج محلي، ف يعني دي حاجة محلية يعتبر صنعة في مصر، ان احنا نعملها بمنتجات او خامات قطنية بحيث ان هي تناسب الجسم بمواصفات معينة. المواصفات دي بتساعد في التئام او برجوع الجلد لحالته الطبيعية، ان هي لها مواصفات معينة، مش اي حاجة تستخدم لمصاب الحروق، لان ممكن تعمل له مضاعفات، أكيد. وكمان ان هي ممكن تعمل له بتر بعد لو هي ما كانتش مظبوطه. فدي احنا بنعمل لها مواصفه معينه للمنتج. حاجه تانية ان هي مناسبه للجو، المناخ الحار، سواء كان المصري او اقليمي او يعني اي دوله حاره. دي حاجة تانية. الحاجة ان هو بيساعد ان هو ما يبقاش فيه ضد البكتيريا، بحيث انه ما يحصلش اي افكشن بينه وبين الجلد. طب هي التكلفة بتبقى كام؟ يعني هي برضو الحاجة دي اكيد ما هيش يعني متاحة كده ان اي حد يشتريها يعني، فاكيد هي ليها تكلفة برضو في صناعتها يعني، فالتكلفة بتبقى شكلها عامل ازاي؟ التكلفة بتاعتها اقل بكتير من المستورد، لو احنا قارناها بالمستورد. التكلفة بتاعتها مش بتبقى ثابتة، بحيث ان احنا على حسب القطعة الملبسية نفسها لمساحة يعني. طب ونوع. متوسط يعني مثلا الحاجات الاكتر حاجة بتجيلك او اكتر طلبات بتجيلك مثلا هو بتبقى انا على انهي منتج بالظبط؟ احنا اشتغلنا على كنسيج، اما اللي احنا هنبدأ فيه دلوقتي اللي هي القطع الملبسية، لسه هنعمل القطع. فالقطع دي على حسب المساحة ونوع الحريق، يعني مثلا الدراع غير البادي غير كده ودرجات يعني. الحروق كمان بتختلف معاكي في مسألة المنتج نفسه، ولا المنتج يمشي على كل الدرجات؟ لا، هو بيبقى ليه 90% اللي بيلبسوا الملابس الضاغطة ان هو من الدرجة الثانية والثالثة واللي هي العميقة، بحيث ان هم بعد التئام الحرق، اهم حاجة ان هو يكون بعد التئام الحرق عشان الحرق ما بيبقاش لسه مفتوح. ده بيستخدم بعد الالتئام، وهو بيبقى دي الوظيفة الأساسية، دي الحاجة الرئيسية ليها يعني. طب هل عندك بقى مكان للتصنيع وفريق للتصنيع؟ بتتعاملي مثلا مع مصنع، فتحتي حاجة، احكي لنا يعني. هو انا حاليا بصنع لدى الغير، لاني انا ما عنديش مصنع. فانا حلمي وده اللي انا شغاله عليه، وان شاء الله يعني مع هيئه الاستثمار يعني ان شاء الله يوفروا لي ويدعموني في الحاجات اللي هي ان احنا انشئ المصنع اللي هو المتخصص للملابس الضاغطه عموما. فده بالنسبه لي حاليا احنا بصنع عند الغير. اما ان شاء الله المرحله الجايه، وده بتعاون مع هيئه الاستثمار باذن الله، هيبقى فيه مصنع ان شاء الله طب قريب. ومعاكي بقى فريق كامل بيساعدوكي؟ اكيد طبعا، ورا خلف الاسفار زي ما بيقولوا. بالظبط. في طبعا فيه حد كان بيساعدني، وفيه المرجع الاساسي ليا في المجال الطبي كان الدكتور محمود العطيفي، ده يعني استاذي الفاضل الله يرحمه، بس يعني ده كان المرجع الطبي ليا في الحروق والتنميل. احنا شفنا صورة ليكي واخدة ميداليات وجوائز، يعني لو نقدر نجيبها تاني نطلب من فريق العمل يجيب لنا الصورة تاني عشان تكلمينا عنها. اهي الجوائز دي، ايه بقى يعني؟ احكي لنا كده شوية على الجوائز والشهادات طيب. والميداليات.
انا من 2017 خدت افضل شركه ناشئه على مستوى الحاضنات التكنولوجيه في معرض القاهره الدولي الرابع، ده تبع اكاديميه البحث العلمي. في 2018 خدت الميداليه الذهبيه في معرض جنيف للابتكارات والاختراعات الدوليه بسويسرا 2018، وخدت دبلومه فخريه من نفس المعرض، وخدت شهاده تميز من جمعيه العلماء الباحثين بماليزيا 2018، واتكرمت من رئيس اكاديميه البحث العلمي ورئيس ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مرتين 2017 2018، وخدت جوائز محليه كتير يعني ما شاء الله يعني بقى ده في كمية جوائز وفتره صغيره يعني و 2019 السنه اللي بعدها خدت الميدالية البرونزية في معرض كوريا للابتكارات والاختراعات الدولية، برضو كانت طبعا حاجة مبهرة جدا. مثلك ايه الجوائز دي يعني، لان انت برضو خدتيها في فترة صغيرة يعني مش مثلا 20 سنة ولا 30 سنة، لا دي فترة قليلة جدا يعني. هي كانت الفترة ان انا اخد فيها الجواز كانت قليلة، بس اللي كان قبل كده ما كانش قليل. ما هو حجم الشغل كمان يعني واضح ان حجم الشغل اللي انجزتيه يعني هو كانت كبير جدا. خدت فترة من السنوات عمل شاق بصراحة، وكنت تعبت جدا، وكان في عقبات وصعوبات قدامي كتير، خصوصا ان انا من الصعيد وكنت باجي واروح مصر. طب قولي لي مين كان بيدعمك بقى، مين اللي كان دايما بيديكي كده الدفع ان انت تكملي وهتنجحي وكده؟ هو في البدايه هو بصراحه من الاهل، بابايا ومامتي يعني ربنا يديهم الصحه، والاكتر كان والدي يعني هو الدافع الاساسي بالنسبه لي، هو يعتبر الاساس بالنسبه لي، لا كملي حاولي ما فيش ياس ما فيش ما فيش ما فيش، ده الاساس بالنسبه لي. وبعد كده كان الدكتور محمود العطيفي الله يرحمه، كان استاذي والاب الروحي ليا وهو اللي داعم ليا. بعد كده دخلت الحاضنه اللي هي اكاديميه البحث العلمي، طبعا الفريق كله برئاسه دكتور محمود صقر، وحاليا اللي انا بعتبرها نقطه الانطلاق ليا السيد المستشار محمد عبد الوهاب ده يعني، والفريق اللي معاه بيساعدونا جدا 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 حاليا، وبيوفروا رئيس هيئة الاستثمار رئيس الهيئة الاستثمار طبعا، وهو يعني حتى في تواصل ما بيننا يعني في جروب ان هو بيتواصل معنا مباشرة بنفسه والفريق، ان احنا اي عقبات بالنسبة لنا احنا او اي تحديات ان هو برضو بيحلها لنا، بيحاول ان هو يساعدنا فيها، بيدعمونا في الدعم الفني والإداري. طبعا احنا انا بشكره طبعا اكيد طبعا. ايه اكتر التحديات يمكن اللي واجهتك، واكتر العقبات اللي كانت يمكن بالنسبه لك تحدي كبير قوي قدرت انك تعديه؟ التحديات من البدايه ولا من حاليا؟ يعني اكبر تحديات واجهتك يعني. اكبر التحديات ان انا ما عنديش مصنع او ما عنديش مكان ان انا اعمل فيه، وخصوصا ان انا مش من يعني انا من الصعيد، فكانت بالنسبه لي ان انا السفر ان انا اجي من الصعيد للقاهره، وان انا انزل لمصانع كتيره، واني ادور على حاجه معينه ان انا بدا إن يعني كل ما اروح مثلا مصنع في ناس تفتح بابها وفي ناس بتقفل ابوابها يعني قدامي، يعني في انا لا انسى كلمه صاحب مصنع لو ابني انا مش هدخله، انا الكلمه دي انا بصراحه يعني. عارفه انا كانت صدمه بالنسبه لي يعني. طب قولي لي بقى، ما فكرتيش تتعاوني مع مستشفى اهل مصر ان يحصل بينكم زي كده كولابوريشن، تعاون كده وتتعاملوا مع بعض؟ اتمنى، وده طموحي ان شاء الله، احنا كلنا هدفنا الاول والاخير مساعده المصابين، فاحنا بنخدم حاله انسانيه في الاول وفي الاخر، سواء شغلي او شغل اهل مصر، فاحنا الاثنين بنخدم فئة معينة وفئة مهمشة بمعنى صح، هي بتخدمها من الناحية الطبية، انا بخدمها من ناحية الصناعة، فئة مهمشة من الصناعة نفسها، فلما اعمل منتج مصري ويعتبر انا الوحيدة اللي بنتج المنتج ده في مصر، فاكيد طبعا احنا اتمنى ان احنا نتعاون مع بعض ونبقى ايد واحده. احنا كنا بنتكلم يمكن قبل الهوا على الموضوع التعاون ما بينك وما بين اهل مصر، ويمكن في الفتره الاخيره كان في جهود
كبيرة جدا لمصابي الحروق، وكمان توعية الناس في مسألة يعني في مسألة الحروق. شايفة الموضوع ده ازاي دلوقتي ومقارنة بقبل كده؟ وشايفة ان هو ممكن فعلا الناس تقدر ان هي تطلع اكتر عن الموضوع ده، موضوع مش بس يعني مصابي الحروق لكن حوادث الحروق بشكل عام؟ الوضع اختلف جدا. يعني الاول ما كانش يعني على السوشيال ميديا مثلا هو او ما كانش مطروح قوي، كان يعني مش زي دلوقتي. يعني حتى الرئيس فخامة السيد عبد الفتاح السيسي برضو كان امبارح في المؤتمر بتاعه اللي هو في زاوية الهمم، كان في برضه عرض من ضمن الناس اللي هو العروض اللي هم مصابي الحروق اللي هو كان الناجين من الناس. ده دليل جدا ان يعني حتى السيد الرئيس يعني مهتم بالفئة دي، فبالتالي اكيد كل الناس مهتمية، لان حوادث كتيرة دلوقتي يعني بدأت تحصل في الحروق. في تنمر احيانا، في الأطفال عموما يعني بيبقى فيه لما بيحصل له تشوه للجلد بيبقى محرج ان هو يروح المدرسة. أكيد طبعا خايف من ردود الفعل. والسيدات أو الفتيات بتبقى في عزوف عن الجواز، بحيث ان هو بيبقى فيه بتبقى فيه إحراج يعني أكيد طبعا، طبعا يعني بيبقى حاسس ان الفتيات. هو مختلف أو حاجة فبيبقى محرج واتجاهات جدا. الدولة حاليا يعني ان هي تهتم بال اللي هو اي حاجه منتج مصري، وان هو بيخدم تدعمه فئه يعني. بتدعمها. ويعني وان شاء الله يعني انا حاليا ماشيه في انشاء مصنع، فده بيخدم فئه مهمشه من الصناعه، وده ماشي في اتجاهات الدوله عموما، وده هيوفر للدوله كتير قوي من الواردات، لان احنا بنستورد كميه كبيره قوي من اللي هي مستلزمات الطبية. فبالتالي لما احنا ننتج الحاجات دي عندنا في مصر ويبقى منتج مصري ونصدر احنا للخارج، طبعا فده هيوفر كتير جدا، من 60-70% من مستلزمات الطبية أكيد. للملابس الضاغطة. وانه واتجاهات طبعا الدولة اللي هي 20-30 في التنمية، ده يعني احنا ان شاء الله يعني نكون تحت مظلة الرئيس يعني. طبعا. بس قولي لي بقى، انت البيزنس بتاعك حاليا رجوعا لي، يعني هل مثلا انت بتصنعي وبعدين تودي المستشفيات، ولا بتودي للتجار؟ يعني بتمشيها ازاي؟ لا، انا في الاول اشتغلت ان انا اصنع النسيج وابعته وورد للمراكز الحروق المتخصصة، من ضمنها كان المركز الحروق للعطيفي، ده اللي انا بتعامل معاه. وبعد كده هورد للاطباء والمرضى والمستشفيات الحكوميه والخاصه والعيادات والمراكز التجميل، لان كمان مش كده وبس، احنا بيخدم فئه تانية اللي هم الناس اللي بيعملوا عمليات التجميل او شفط الدهون، لان ده برضو بيساعد ان هو بيظبط الجسم بعد عمليه شفط الدهون، زي فليه الوجه الكرسي يعني. زي الكرسي. فده يعتبر ليه استخدامات متعدده ومفيد للمرضى عموما. طيب ازتي، زي ما كنت بتقولي انه في دلوقتي توجه من الدوله لدعم يعني المشروعات دي، يمكن المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطه، ودي حاجه مهمه جدا احنا دايما بنتكلم عليها هنا في صباح الورد. عايز منك يعني حاجه اخيره كده او كلمه اخيره، انت شايفه في الفتره القادمه يعني شغلك محتاج ايه، وايه اكتر حاجه انت دلوقتي بتسعي اليها؟ اول حاجه انا بسعي اليها دلوقتي ان انا افتح مصنع متخصص لملابس الحروق، ده هي ان شاء الله يبقى اول مصنع متخصص للملابس الحروق، ده هينتج للحروق عموما سواء كانت للمستشفيات او يستخدمه المصابين مباشره.
الحاجة التانية اللي أنا نفسي يبقى فيها يبقى براند ليا في مصر، وبعد كده يبقى براند عالمي. لما نبدأ نعمل حاجة كويسة بكواليتي كويس، جودة عالية، بيبقى طبعا في اختلاف جامد. المرحلة المستقبلية عندي اني انا مش هتوقف على حاجة معينة، هبقى يعني احنا هنعمل دلوقتي، احنا متخصصين مثلا في الحروق، في مرضى تانية محتاجة مننا ان احنا نبص لها نشوف معاناتها ايه او المشاكل اللي عندها ايه، ونقدر نعمل لها حاجة تفيدها وان هي تقدر تخدمها. طبعا انا بتمنى ان دعم من الرئيس، يعني ده اكتر بالنسبة لنا، وبتمنى ان نبقى على أرض الواقع ونصدر، لأن احنا مش هدفنا ان هو المحلي بس، احنا نبقى رواد في الملابس الضغطة عموما. واحنا طبعا بندعي كل الناس ان هم يعني يروحوا لك ويتعاونوا معاكي ويساعدوكي، وان موضوعك ده ومشروعك ده يكبر طبعا ويوصل للعالميه ان شاء الله ويبقى ان براند شاء الله. عالمي. وبجد بجد هي حاجه انسانيه قوي، واحنا فعلا بندعمها جدا. شكرا حبيبتي، بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا. شكرا. الاستاذه نعمه شحاته، مؤسسه شركه كوم فاب. بوم ايه؟ كوم فاب. كوم فاب، اوكي. كومبريشن فابريك. طيب مشاهدينا انتظرونا فاصل صغير ونرجع لفقرتنا الثانية.